كيفينك تكفي حياتك طبيعي وانت عاملة ببنتك هيك؟ بكفي اللي تحملته منك انا وبنتك. كيف قدرتي تبيعني انا وعمري 16؟ انا بريء. شو؟ انت شو عم تعملي هون؟ خطيبتك حلوة كتير، الله يتمم على خير. مين قالك انه بدي اتجوز كان؟ الحلو انه انت وياسما نسيتوا بعضكم بسرعة. الماضي صار وراي بس ياسما ابدا ما صارت وراي. ماني مهتم فيه وانا اخر همي هو. انت خطبت وهي كمان رح تتجوز دكتور عيسان بعد كم يوم. الجزء الثاني من ما فيي. فارس شو صار؟ يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الاخبار على الام تي في.